ما زلت أسمع قصصا عن الأشخاص الذين يجدون قطعا أثرية لا تقدر بثمن في متاجر الخردة، وأنا كل ما أجده هو النعناع الذائب في جيوب الملابس. لكن تم إلهامي بمواصلة البحث من قبل الأشخاص الذين وجدوا أشياء مذهلة، مثل نسخة من إعلان الاستقلال بقيمة نصف مليون دولار تقريبا، أو لوحة جاكسون بولوك بقيمة تتعدى الملايين. استعد لتندهش من هذه القائمة التي تضم 15 من الناس الأكثر حظا الذين وجدوا أفضل الأشياء على الإطلاق في متاجر الأشياء المستعملة. رقم 15. سترة فينس لومباردي. يتصفح العديد من الأشخاص متاجر الملابس المستعملة في الإنترنت، ولكن لا ينجح الجميع مثل شون وريكي ماكيفوي اللذين قاما بشراء سترة ويست بوينت مقابل 58 سنتا فقط. عندما عادا إلى المنزل أدركت ريكي أن هناك ثقوبا بالسترة وقررت أنهم لا يستطيعون بيعها، لكنها وضعتها بعد ذلك في القبو معتقدة أنها ستصلحها لاحقا ويمكن لزوجها أن يرتديها بعد ذلك. نسي كلاهما كل شيء بشأن السترة حتى كانا يشاهدان التلفاز يوما ما وكان يرتديها مدرب كرة القدم الشهير فينس لومباردي. تحقق الزوجان مرة أخرى من سترتهما ووجدا كلمة لومباردي مكتوبة على قطعة قماش داخل السترة. ذهب شون إلى دالاس حتى يتأكد من صحة السترة وتلقى تأكيدا على أنها تنتمي بالفعل إلى لومباردي. تم بيعها لاحقا في المزاد بمبلغ يزيد قليلا عن 43,000 دولار. أراهن أن هذه السترة فازت بجائزة السترة الأكثر قيمة في العالم. رقم 14. حقيبة بقيمة 26 دولارا. كان يتجول الشيف المتقاعد جون ريتشارد في متجر خيري في أوكسفام بإنجلترا عندما وجد حقيبة فريدة من نوعها. كانت بنية اللون، عليها صور صغيرة لإلفيس رسمها الرسام أندي وارهول. اعتقد ريتشارد أن سعر 20 دولار كان باهظا بعض الشيء، لذلك حاول المساومة مع البائع لكنه لم ينجح في ذلك، وفي النهاية اشتراها على أي حال. ثم أخذها إلى متجر فيليب تريسي لمعرفة ما إذا كانت هذه الحقيبة لهم. أكد مدير المتجر جي برونيت ذلك وأشار إلى أنه تم صنع حوالي 10 فقط من هذه الحقيبة. قال ريتشارد لاحقا أنه تلقى عروضا من مشترين في الصين بمبلغ 250,000 و350,000 جنيه استرليني، أي ما يعادل نصف مليون دولار. أعتقد أنه سعيد جدا لأنه لم يترك تلك الحقيبة بسبب خصم قيمته 5 دولارات فقط من ثمنها. رقم 13. لوحة ب3 دولارات. اشترى رجل من كارولاينا الجنوبية يعرف فقط باسم ليروي لوحة من متجر للخردوات، غالبا لأنه أحب الإطار الخارجي لها فقط. قال ليروي وهو تاجر تحف سابق إنه يعتقد أن سعر الإطار يساوي 50 دولارا، مما جعل سعر 3 دولارات يبدو أكثر من مناسب. كما اعتقد أن اللوحة الزيتية تعود إلى القرن 19 وقد تكسبه مئات الدولارات الأخرى إذا تم بيعها عبر الإنترنت. في وقت لاحق أخذته زوجة ابنه إلى معرض التحف وحصلت هذه اللوحة على سعر من 20 إلى 30 ألف دولار. لقد كانت في الواقع لوحة مدرسة فلامنكية من عام 1650، ولكن انتهى بها الأمر بمبلغ 190 ألف دولار في مزاد تضمن مزايدين من جميع أنحاء العالم. في غضون ذلك اشترى رجل من ولاية إنديانا لوحة من متجر للأشياء المستعملة بقيمة 30 دولارا لسبب بسيط حقا. لقد احتاج فقط إلى شيء ما لتغطية ثقب في جدار منزله. في أحد الأيام كان الرجل يلعب لعبة مع أصدقائه حول الأعمال الفنية الشهيرة ولاحظ شيئا غريبا. تبين أن غطاء الحائط الخاص به كان لوحة لمارتن جونسون هيد، وهو رسام أمريكي لا يزال يعيش حتى الآن. في النهاية بيعت اللوحة مقابل 1.2 مليون دولار. أعتقد أن هذا المبلغ يكفي لشراء جدار جديد بالكامل. رقم 12. جائزة باراك أوباما. حصل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على عدد لا يحصى من الجوائز بما في ذلك جائزة نوبل للسلام في عام 2009، لكن الرؤساء وغيرهم من كبار المسؤولين يتلقون عادة الكثير من الجوائز ولا يمكنهم جمعها أو الاحتفاظ بها جميعا. في عام 2017 كان يتصفح مستخدم لموقع ريديت متجرا للأشياء المستعملة والقديمة وعثر على شهادة تنص أن الرئيس السابق قد حصل على جائزة الخدمة المتميزة لجمعية المدارس المتوسطة الوطنية في نوفمبر من عام 2008. قام المشتري بوضع الصورة على تويتر ليسأل الرئيس السابق باراك أوباما عما إذا كان يريد استعادتها، لكنه ربما لم يتلقى اللوحة في المقام الأول. وفقا لأحد البيانات الصحفية في التاريخ المطبوع على الجائزة، كان الرئيس السابق في ولاية أيوا يستضيف مناقشة حول التحديات التي تواجهها المرأة العاملة، وقد قرر هذا المشتري بيع الشهادة.
آمل أن يكون قد نجح في بيعها مقابل مبلغ مناسب من المال. إذا لم يكن الأمر كذلك فربما يمكنه البحث عن جائزة نوبل بدلا من ذلك. رقم 11. كوب ووعاء. في عام 2013 وجد أحد المتسوقين من سيدني كوبا غريب المظهر بسعر 4 دولارات فقط، لذلك اشتراه. في وقت لاحق أرسل صورة هذا الكوب إلى أحد المتخصصين في التحف القديمة، والتي أخبرته أنه كان عبارة عن كأس صيني من القرن 17. هذه القطعة النادرة المنحوتة من قرن حيوان وحيد القرن بيعت بحوالي 60,000 دولار. في مكان آخر اشترت هذه العائلة وعاء بثمن 3 دولارات، والتي يمكن اعتبارها مطفأة سجائر صغيرة. بحثوا عن القطعة في عام 2007 وفي النهاية أحضروها إلى دار سوتبيز لمعرفة قيمتها، حيث قدر الخبراء قيمتها بما يتراوح ما بين 200,000 إلى 300,000 دولار. لكن مشتري محظوظ دفع 2,000,000 دولار مقابل القطعة، وهي قطعة صينية عمرها 1000 عام تعرف باسم وعاء دينغ. أراهن أن هذه الأسرة قد صدمت من هذه الثروة المفاجئة. رقم 10. البيضة الثمينة. اشترى تاجر خردة بيضة من المعدن مقابل 14,000 دولار، وهذا لا يبدو رخيصا لأنه أدرك أنها مصنوعة من الذهب، وشعر أنه يمكن أن يربح من خلال إذابة البيضة وبيع هذا الذهب الثمين. لحسن الحظ أجرى بعض الأبحاث أولا، واكتشف أن هذه البيضة بالذات كانت هدية من القيصر الروسي ألكسندر الثالث إلى زوجته ماريا فيودوروفينا في عام 1887. بمجرد التأكد من ذلك بيعت هذه البيضة في النهاية بمبلغ 33,000,000 دولار. هذا ربح رائع من استثماره البالغ 14,000 دولار فقط. رقم 9. إعلان الاستقلال. في أحد الأيام وجد مايكل سباركس قطعة ورق قديمة وملفوفة في متجر لبيع الخردة. بعد أن فتحها بعناية اكتشف أنها نسخة من إعلان الاستقلال، أو هكذا اعتقد، واعتقد في البداية أنها كانت نسخة مقلدة. أخبره البائع أن ثمنها هو 2.48 دولارا، لذا اشتراها. أجرى سباركس بعض الأبحاث وأخيرا جلب الإعلان إلى دار للمزاد، حيث اكتشف الخبراء أنها لم تكن مقلدة، لقد كانت حقيقية، نسخة رسمية طبعت في عام 1820. كان من المعروف وجود 35 نسخة منها فقط في العصر الحديث، حتى ظهرت النسخة التي وجدها سباركس وكانت نسخة رقم 36. باع الإعلان في النهاية في مزاد بمبلغ 477,650 دولار. هذا مال كثير جدا، يجب الآن على المالك الجديد أن يخفيها عن نيكولاس كيج. رقم 8. صورة تقدر بملايين. زار راندي جيجارو متجره الخاص ووجد صندوقا مليئا بالصور الفوتوغرافية القديمة، قام بشراء بعض منها ودفع 3 دولارات فقط مقابلها. بعد العودة إلى المنزل أخرج عدسة مكبرة ودقق جيدا في الصور. في إحداها تعرف على بيل الخارجي عن القانون واستدعى زوجته للنظر، واكتشفوا أيضا أشخاصا آخرين في الصورة كانوا جزءا من عصابة بيلي. بعد ذلك أمضوا عاما آخر في التحقق من الصورة، وفي النهاية حددوا جميع الأشخاص 18 الموجودين في الصورة، ووجدوا أيضا أنقاض المبنى الذي كان في الصورة. بيعت صورة مماثلة في مزاد علني مقابل 2.3 مليون دولار في عام 2011، وقام راندي بالتأمين على صورته مقابل 5 ملايين. رقم 7. متجر للملابس الخيرية. كانت تريد هذه العروس الحصول على فستان لزفافها بسعر جيد، واقترحت عليها صديقتها أن تبحث في متجر خيري محلي، وكانت محظوظة، لقد تلقوا للتو تبرعات كبيرة بفساتين للزفاف. كان أحد الفساتين يحمل ثمن 1,595 جنيها استرلينيا، لكن كان سعره في المتجر 25 جنيها فقط. كان يناسب العروس تماما، وغادرت المتجر سعيدة، ونحن نأمل أن تنفق هذه العروس أكثر من 1,500 دولارا وفرتها من ثمن الفستان على كعكة زفاف رائعة للغاية. رقم 6. لعبة فيديو بقيمة 8 دولارات. إن الاهتمام بالأخبار المتعلقة بالتحف الثمينة يمكن أن يؤتي ثماره حقا، وقد حدث ذلك مع جينيفر تومسون من شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية في عام 2013. كانت تتصفح متجر التحف المحلي ولاحظت وجود لعبة فيديو مقابل 7.99 دولارا. لقد كانت لعبة قديمة من الثمانينيات تسمى ستاديوم إيفنت، وقد ذكر اسم اللعبة تومسون بقصة سمعتها حول لعبة نادرة بيعت بآلاف الدولارات. نظرا لأنه تم إنتاج القليل جدا منها لم يتبقى الكثير، وتباع النسخ المتبقية منها بسعر مرتفع. هرعت تومسون عبر الشارع لاستخدام شبكة الإنترنت في مطعم ماكدونالدز وأكدت حدسها بسرعة. عادت مسرعة إلى المتجر واشترت اللعبة ثم باعتها في وقت لاحق
على موقع مخصص للألعاب مقابل 25,000 دولار. رقم 5. كتب قيمة. ستذكرك هذه الأمثلة الآن بالتحقق دائما من محتويات الكتب القديمة. وجد أحد المتسوقين نسخة موقعة من كتاب ستيفن هوكينز A Brief History of Time، والتي تضمنت بصمة أيضا. مدهش جدا، أليس كذلك؟ لسوء الحظ له، فقد لاحظ بعض المهتمين أن إعاقات هوكينز تمنعه من كتابة أي شيء يدويا منذ الثمانينيات. يشير تاريخ 1996 إلى أن خط اليد هذا يجب أن ينتمي إلى شخص آخر، على الرغم من عدم تمكن أي شخص من التعرف على بصمة الإصبع حتى الآن. أمسك شخص آخر بالنسخة الأخيرة الموقعة من كتاب هومونغوي The Old Man and the Sea. يمكن قراءة الكتابة اليدوية بكل وضوح. أحد أقوال هذا الكاتب: اكتب في حالة سكر وعدل على كتاباتك وأنت صاح. رقم 4. بقعة قيمة من الطلاء. كانت تيري هورتن تبحث في متجر لبيع الأشياء المستعملة عن هدية لإسعاد صديقة لها، وقررت أن ما رأته لوحة كبيرة وقديمة سيفي بالغرض. تفاوضت على السعر إلى 5 دولارات، وضحكت صديقتها من الصورة. لسوء الحظ لم تكن اللوحة مناسبة لمنزلها، لذا أعادتها إلى هورتن التي وضعتها في المرآة وحاولت لاحقا عرضها في ساحة البيع الخاصة بها. لاحظ مدرس فنون أنها تشبه لوحات جاكسون بولوك، وأجابت هورتن: من هو جاكسون بولوك؟ في النهاية أجرت بعض الأبحاث وأدركت أن بولوك كان رساما مشهورا، كانت تباع صوره بأموال كثيرة. ثم حاولت التأكد من اللوحة حتى أنها استعانت بأخصائي الطب الشرعي الذي استطاع أن يطابق بصمة الإصبع التي على ظهر اللوحة ببصمة أخرى على لوحة من لوحات بولوك. على الرغم من أن عالم الفن لا يزال يرفض قبول اكتشافها هذا، فقد عرض على هورتن 9 ملايين دولارات مقابل هذه اللوحة، وقد رفضت ذلك لأنها تعتقد أنها تستحق 50 مليون دولار. وبعد 25 عاما ما زالت تنتظر أن يدفعها شخص ما. رقم 3. ساعة غوص نادرة. كان زاك نوريس يبحث عن عربة جولف في متجر للأشياء المستعملة عندما تحول سريعا إلى قسم الساعات. أثناء البحث في الساعات الرخيصة اكتشف تحفة فنية من بين الساعات، ساعة ييجر لكولتر من عام 1959. تم صنع 900 قطعة منها فقط، وأدرك نوريس أنها تستحق أكثر بكثير من القيمة المكتوبة عليها، وهي 5.99 دولارا فقط. لقد كان محقا بعد أن قام بالتأكد من الساعة من قبل شخص مختص. باعها عبر الإنترنت مقابل 35,000 دولار، بالإضافة إلى ساعة أخرى بقيمة 4,000 دولارات. الآن يجب عليك الانتباه جيدا وأنت في متجر المنتجات المستعملة. رقم 2. لوحات متشابهة. في بعض الأحيان لا يقتصر الذهاب إلى متجر الأشياء المستعملة فقط للعثور على العناصر القيمة، بل يتعلق بالعثور على الأشياء التي تشبهك حقا. وجد هذا المتسوق لوحة تشبهه بشكل مخيف، كاملة مع سترة حمراء ونظارات. وجد شخص آخر القميص المثالي له، كان به صورة رجل يشبه توأمه بشعر بني مشابه ولحية ونظارات، وكان مكتوب عليه هيبستر. لم يتم كتابة تعليق أكثر دقة. رقم 1. محفظة معبأة بالنقود. تعتبر الاكتشافات التي تستحق الكثير من المال رائعة جدا، ولكن في بعض الأحيان يكون من الجيد العثور على المال بنفسه. اشترى هذا المتسوق محفظة قديمة من متجر للخردوات، وكان سعيدا جدا برؤيتها تأتي مع عنصر إضافي، المال. عندما نشرت صورة لهذه العملات القديمة عبر الإنترنت، وجد أن هذه العملات تبدو جديدة تماما، ويمكن أن تكون أكثر من قيمتها الأصلية، وهذا اكتشاف جيد إضافي. ما هو أفضل شيء اكتشفته عند جمعك للأشياء القديمة؟ شاركونا باكتشافاتكم في قسم التعليقات أدناه. وكالعادة شكرا للمشاهدة.